بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله حيكون موضوعنا استكمالا لبرنامج اللي احنا ماشيين عليه Principal Operative Program AO Series عن الكانيوليتد سكروز. حكينا في المرات الفاتت عن الكونفنشنال سكروز، حكينا عن اللوكت سكروز. اليوم إن شاء الله حنحكي عن الكانيوليتد سكروز. الكانيوليتد سكروز زي ما بتعرفوا هو تول مهم جدا في جراحة العظام and fixation of fractures especially in metaphyseal fracture، يعني هي dedicated للميتافيزيال أو cancellous bone بشكل عام، يعني it's difficult to use it for cortical bone. الفكرة اجت من الكانيوليتد سكروز انه انت لما تيجي يكون في عندك فراكشر، سبوز احنا في عندنا هنا مثلا تيبا فراكشر وفي عندنا piece like this في اللاترال او في الميديال، وانت الان عملت ريدكشن and you want to fix it. كان البرنسبل انه انت تعمل الجلايدنج هول بعدين تعمل وتدخل كانسلس 3.5 او 6.5 اللي هو كانسلس سكرو. لكن وجدوا انه بعض امرات انه هاي شوي التكنيك ستيب 1 2 3 بتاخذ وقت، اثنين ممكن بعض امرات انت تحفر في دايركشن غلط. يعني انت الان دخلت بدريل، دخلت هون بعدين اخذت اشعه وبوجدت حالك انه انت الدايركشن تبعك غلط، بدك تغير الدريل مره ثانيه وبالتالي يمكن تحفر اكثر من هون وتخسر الايديا من تبعه الكومبريشن سكرو او اللاج سكرو اللي انت بتحطه. فقالوا احنا ليش ما نحط مثلا ديفايس جايدد، انا بحط كي واير وبالتالي لما اجي احط البرغي بحطه في اتجاه 100% صحيح وباخذ الطول تبعي مزبوط 100%. فاجت الفكره انه انا لما اجي احط مثلا كي واير، اوكي اذا ما عجبني ايش ممكن اغيره، وهذا الكي واير عاده الديميتر تبعه سمول وبالتالي ما في عندي انا، يعني انا ما خربت وما حفرت بالدريل بيت بحيث اني انا يكون عندي اكثر من هول في البون وممكن اذيها، عرفت ايه؟ فبعد ما انا احط الكي واير بستخدم سكرو ذات هاز ا هولو ذات باس اوفر ذا واير، يعني الواير هذا بيصير جايد الي تو دايركت ذا سكروز تو ذا بروبر بليس تو فيكس ذا بون. تمام؟ انت الان حتى كمان اذا انت حفرت بدريل بيت ودخلت بالسكرو العادي، فرضا انت عملت جلايدنج هو سكرو العادي، في احتمالية كبيرة انه انت تغير الديركشن تروح تراك ثاني، لان هذا كان سولس بون وسوفت وممكن انت بكل سهولة تغير الديركشن وبالتالي يلوز يور ريدكشن. فحتى تعمل تثبيت لهالحكي هذا اجت فكرة الجايد واير. هسا كانيت سكروز بيرسي هو اسكرو ذات هاز ا هولو، يعني هو سكرو عادي زيه زي غيره وراسه هيكساجونال او ستار شيب حسب الشركة اللي انت تتعامل معها، بس الاي او معظمهم هو هيكساجونال and it has a hollow inside. هاي اول شغلة في الكانيل سكرو. الشغلة الثانية كانيل سكرو انه لها نوعين، نوع fully threaded ونوع partially threaded، له شانك بعدين له ثريد. طبعا كلهم لهم جايد وير. بيجوا احجام، ببلش احجامهم من 2.4 ل 7.3 حسب الفراكشر اللي انت بتستخدمه، يعني مثلا في النيك فيمر استخدم 6.5 7.3، بالسكافويد مستخدم 3، الاستراديس 3 اصغر 2.4 بالفينجرز فرضا. تمام؟ كل ما علينا كل ما كبرت العظمه ممكن تستخدم بيجر. طبعا كل وحده لها سايز ولها دياميتر ولها دريل بيت ولها جايد واير، هسه حنحكي عنهم. فالان في عندنا نوعين، في عندنا اللي هو فول ثريدد وعندنا ايش بارشل ثريدد. الثريد اللي موجود هون البيتشز الموجوده هي كانسلس تايب، يعني مش كورتيكال تايب، وبالتالي في عندنا مسافه ما بين كل بيتش وبيتش، يعني هاي المسافة من هون لهون بتكون وايد. احنا حكينا في الكورتيكال كونفنشنال سكروز عادة بتكون نارو والكانسلس بتكون وايد،
فهي في الكنسل في الكانيول سكروز ات از اواي. الشغله كمان الثانيه اللي موجوده في من الكرايتيريا تبعت الكورتيك سكرو انه التب تبعها بيجي نوعين، يا اما بيجي سيلف دريل او سيلف دريل سيلف تاب. فانت لازم تكون تعرف البرغة اللي بتتعامل معاه. اذا هو سيلف دريل سيلف تاب هاي بتسهل عليك وبتختصر عليك وقت كثير. مباشرة انت بتحط الجايد وير بتقول انا هابي وذ ماي بوزيشن، وبتحط السكرو مباشرة وراه بتحفر. هو اصلا بحفر بعمل تاب بعمل فيكسيشن. وهسه الان معظم السكروز الجديدة زي هيك سيلف دريل سيلف تاب. وفي منها تيتانيوم وستيل حسب انت طبعا الشركة بتعمل معاها. الشغلة كمان المميز اللي فيها انه هذا الشانك عادة في مسافة بينه وبين الثريد. يعني مثلا لو اجينا حكينا على الاربعة ونص اللي احنا ما نستخدمه اليوم، الشانك تبعه ثلاثة وواحد والثريد اربعة ونص، يعني قديش في مسافة ما بين ثلاثة ونص واربعة ونص؟ في واحد وقديش؟ واحد واربعة بالعشرة. فبالتالي انت في عندك ثريد بخش في البون بمسافة 1.4 مليمتر. طبعا هذا الحكي بيختلف زيه زي ال شو اسمه السكرو العادي ثلاثة ونص. ما انت بتحفر في ثلاثة ونص قديش؟ اثنين ونص، وتحفر ثلاثة ونص، وبالتالي في عندك واحد مليمتر كاتشمنت. الاربعة ونص فيش بنحفر له؟ ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين للاربعة ونص قديش صار؟ 1.3. وبالتالي انت بتضمن انه في عندك good purchase في البون especially in the cancellous one. وجدوا انه في موضوع الريموفال اوف ميتال خصوصا في هدول، لما تيجي تعمل ريموفال اوف ميتال تتغلب بالشيل، لانه انت الان بعد فتره بيصير في عندك، هلا ارسلكم اياها هون بدل هاي العظمه احسن. حدا فيكم شال عمره كانيوليت سكروز بالنيك اوف فيمر او دي اتش اس؟ هسا هذا كان سكروز، بعدين بيجي الشانك، بعدين بيجي هيد، صح؟ هسا بعد فترة إذا أنت طولت على المريض حيصير المسافة من هون لهون، هاي شايفينها، هاي filled with bone اللي هي 1.4، صح؟ فأنت لما تيجي تشيل البرغي، البرغي مش هيطلع معاك، هيدقر. هيدقر وين؟ هيدقر في العظمات هذول. فالآن طلعوا سكرو اسمه ريفيرس كات. فالآن سكروز كمان من ميزتها هاي كان سكروز انه تبعت الاي او وخصوصا التيتانيوم في لها ريفيرس كات. هون احنا حكينا هو سيلف تابينج سيلف دريلينج، ومعناته انه التب تبعته لها، هسه بنحكيها في العملي، إلها تب بعمل تابينج وبعمل كاتينج. هي نفس الشيء إلها ريفيرس كات، هون إلها شطف بحيث إنها تعمل تسنين بالعكس، وبالتالي أنت تطلع من الحرج لما تيجي تعمل ريموفال للميتل، تطلع من الحرج. الهيد تبع الأربعة ونص عادة بيجي ستة، تمام، وبالتالي إنه ما بغطسش في البون. طبعا أنت إذا بدك توسع الأمور وتوسع تستخدم الواشرز اللي هم زي هدول. الواشر تبعته عادة 8 مليمتر، تمام، هسه نحكي عنها. وهدول بيجوا أكثر من تايب، منهم بكون ثريدد ومنهم بكون سموث. اللي موجود عندنا سموث، بس في منهم بكون ثريدد بحيث إنه هاي نفسها الواشر ما دائما تكون زي هيك، بكون إلها من هون ثريد أو ثريدين بحيث إنه هي نفسها تغطس جوا البون وتشد وتثبت ما دام ما ظلها تتحرك. حكينا انه الاطوال، طبعا الجايد واير تبعه هذا تقريبا 1.6 وطوله 150. لو احنا طلعنا بال نزلنا مثلا، لو نحكي عن 3 3 ونص الكي واير تبعه 1 وربع، لو نزلنا مثلا ال 3 الكي واير تبعه 1 و1، عرفت ايه؟ تطلع مثلا لو اجينا للسبعة وثلاثة الكي واير تبعه 2.8 والطول تبعه 30 300 يعني 30 سم 300 سي سي.
كل ما كبرت بتخن الوير، كل ما صغرت برفع الوير والطول بيكون اقل. من الشغلات المهمه كمان في موضوع الكين سكروز انه لها ميجر، والميجر هسه نورجيك اياها. هاي الميجر بتكون لها علاقه في طول الجايد وير. فقبل ما انت لازم تكون انت كطبيب عظام عارف قديش طول الوير لكل ست، لانه اذا اعطاك وير طوله 160 القياس اختلف معك، القياس ماله اختلف معك. فلازم تعرف اذا انت بدك تحط لازم يكون وير قديش 150، لانه المجر مصمم لطول 150. هسه بحكي لكم بالبراكتيكال كيف تكتشف انه هذا الوير طوله صح ولا غلط، بنحكي بالبراكتيكال. الشغلة الثانية الجايد وير، هاي من ميزاته انه يوجوالي ثريدد، بسموها شانز وير. في احنا عندنا شانز بن، عندنا شانز وير. شانز وير هو ثريدد. الوير لما يكون نهايته له ثريد، شو الهدف من الثريد هذا؟ وراسه له دريل بارت، بالتالي بحفر وبسنن. شو الهدف من الثريد؟ الهدف انه الواير ما يطلع، لانه انا اذا بدي احفر، اذا فرضا انا ما عندي انا السلف تاب سلف دريلينج، بدي اعمل اول شيء دريل بيت ولازم احفر. اذا بدي احفر للأربعة ونص قديش لازم احفر حتى يدخل الواير، حتى يدخل السكرو عفوا 3.2. وبالتالي انا اذا وصلت للنهايه الواير حيطلع، فانا بدي واير يمسك في البون بحيث انه ما يطلع وما يغلبني لما اجي ادخل مره ثانيه وادخل في دايركشن بيختلف. تمام، وهسه حنورجيكم اذا طلع الواير معنا كيف احنا نستخدم. هسه هاي بالنسبه للجايدد سكروز، التفصيل تبعها والشكل تبعها. طبعا ثريدد له انديكيشن، فول ثريدد له انديكيشن، والهاف ثريدد له انديكيشن. طيب هسه في لما تيجي انت مثلا بدك تعمل لاج سكرو زي ما احنا بنسوي الان بالانكل فراكشن تبعنا، بدك تستخدم الهاف ثريدد، يعني نوت فول ثريدد، الهاف ثريدد. هسه حكينا احنا في الكونفنشنال سكروز لما حكينا على محاضره الكانسيلاس اللي هو 6.5، قلنا ان في عندنا 16 وفي عندنا 32 وفي عندنا فل، صح؟ وحكينا 16 يرمز انه 16 ملم وهذا 32 ملم، this is full threaded، يعني كل السكرو زي هذا مثلا، هذا برغي، هذا برغي partial threaded وهذا full threaded. تمام، هسا بالكبار في عندنا 16 32 وفل. طب بالاصغر اللي هم 5 و4 ونص 3 ونص لحد 2 و4 كيف بنحسبها؟ usually it is 1/3 of screw length. يعني انا لو كان عندي طول السكرو 60 قديش عاده بكون السكرو الثريد طوله 20، usually 1/3. فانت الان بدك تحسب حسابك قديش الفراجمنت، تقيس مخك قديش بدك تعمل الفراجمنت، بدك الثريد يخش فيها حتى تعبر تكروس ذا فراكشر، فبتطلب قديش طول البرغي وقديش طول الثريد. هذا بالنسبه لموضوع السكرو لينث وثريد. اطوالهم عاده بتيجي كل ما صغرت عمليه الطول بترتفع 2 ل 4. يعني مثلا في الكانسيلا سكروز 6.5 الطول بيزيد 5، يعني 10 15 20، بعد ال 100 بيصير 10 يزيد 110 120 130. في ال 4 ونص 3 ونص واصغر بيزيد عددا 2 ملم. يعني مثلا الاطوال بتكون 32 34، لما تكبر توصل فوق ال 60 بيصير تزيد 4، بيصير 64 68 وهكذا. فالآن مش أنت كمان لما تيجي تقيس وتعرف لازم تعرف قديش بدك أنت تطلب طول، وبتعرف إنه هذا الطول تبعها بزيد 5 أو بزيد 2. في أي سؤال على الكانسيلا سكروز لحد الآن؟ طبعا حكينا منهم في تيتانيوم وفي إيش، في ستيل. طيب الآن البراكتيكال سيشن اللي حنعمل اليوم هنعمل على تايب سي.
تايب سي اللي هو ويبر تايب سي اللي هو ستيج 4. ستيج 4 يعني شو معناته؟ كاسر اللاترال ماليولس، كاسر الميديال ماليولس، وكاسر الماليولس تيرشوس. هذا الفراكشر حنعمله اليوم. هو ويبر سي لوج هانزن كلاسيفيكيشن ستيج 4، تمام. حنستخدم فيه ايش؟ لاج سكرو، وحنستخدم فيه البليت فيكسيشن. وهو هذا الفراكشر عادة بيجي بير، حكينا عنه برونيشن اكسترنال روتيشن. الآن اللاج سكرو في الكنسلس بون، لما يكون في عندك تشيب إذا كان ميدل ماليولس أو لاترال ماليولس، في عندك طريقتين حتى تعمل لاج سكرو، يا إما تعمل بوش أو تعمل بول. إذا كان مثلا عندك فراكشر بالبوستيريور بارت أوف ذا أنكل اللي هي ماليولس تيرشس، ففي عندك خيارين، يا إما إنك تفتح بوستيريور وتحط برغي ويو بريس لايك ذس، تستخدم الكانيوليتد هذا، أو الخيار الثاني تيجي فروم أنتيرير وتروح هون وتحط فيها ثريد وتمسكها. ففي عندك هاي البول وعندك هاي البوش، بس ستابيليتي أكثر بوش إز بيتر ذان ذا بول، لأنه أنت الآن بعض أمرات الشكرو الكاتشفين تبعه بكونش 100% في السمول بيس، أو ممكن أنه ما تمسكش كويس. بس يو كان يوز إت يعني على التكنيكين، بس stability لما تعمل انت push from the تيجي من small للبيج احسن ما تيجي من البيج للسمول، بس الثنتين بيشتغلوا. وهنا بتيجي فايدة الكانيوليتد سكروز، لانه هاي الكانيوليتد سكروز هي معمولة لهيك شغلات. واضحة الامور؟ فالان الفكسيشن تبعنا حيكون، حنعمل فكسيشن للاترال ماليولاس by conventional plate، هنعمل استابيلايزيشن للميديال ماليولاس باي كانيد سكروز 4.5، هنعمل فيكسيشن اوف ذا ماليولاس تيرشس باي كمان كانيوليتد سكرو. في اي سؤال عن شباب؟ يلا خلينا الان نروح للعملي، خلي هذا موجود هنا. يلا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. هسه احنا ان شاء الله زي ما حكينا حنعمل تثبيت لكسر ويبر سي اللي هو بير، تعال تفرج هون عنده هاي fibular fracture، وفي عندك medial malleolus fracture، وفي عندك malleolus tertius. حنعمل fixation لهذا. الآن البلان تبعنا احنا حنستخدم cannulated screws، حنستخدم conventional screws، وبالتالي انا لما ادخل على العمليات لازم يكون عندي في التسليح تبع الارمامنتيريوم يكون عندي عدة conventional screws، يكون عندي plate، screwdriver، drill bit، sleeve، tab، screws and conventional device. وبالنسبة لعدة ال canal screws لازم يكون في عندي guide wire، يكون عندي drill bit، يكون عندي tab، يكون عندي sleeve، canal screws، cannulated screwdriver sorry، والمجر. هسا أول شغلة بتأكد منها في موضوع ال الكانيت سكروز، اول شيء بتاكد انه الجايد واير هذا صحيح، وانه بدخل بكل سهوله في السكرو درايفر، بدخل بكل سهوله في الدريل بيت لانه ممكن يكون مش له ماتشنج. والشغله الثانيه بتاكد من طوله. كيف بتاكد من طوله؟ باجي بحط هاي المجر تبعه، وعاده المجر هو جايدد، يعني انت الان المجر بتحطه هيك بهاي الطريقه وبتسكره على الاخر، تيجي لحد وين الرقم هون، قديش الرقم هون؟ 20 صح؟ باجي بثبته على 20 وباجي بتأكد من المجر هون، المجر مزبوط؟ تفرج عليه 20 ولا لا؟ 20 معناته هذا الوير طوله صحيح. في بعض المجرز بتكون صفر، إذا أنت حطيت الوير وصل للصفر معناته القياس صحيح، هيك انت بتعرف الوير تبعه صح ولا لا، تمام. هسه هذا الكانيوليت سكروز حكينا عنه، هذا طلع الان الهيد تبعه سموث هيد هيكساجونال، ومن هون بكون الشانك تبعه سموث
اساس يعمل لاجينج بروكسيمالي في سام سورت اوف ريفرس كات. طلع هون هذا بيعمل لك ريفرس كات، وعتب تبعه في عندك سيلف دريلينج سيلف تابينج، يعني انت نو نيد تو ميك ا دريل، يو كان دريل اند تاب ات ذا سيم تايم، بس بتحط الجايد واير بتحطه. طب متى انا بستخدم دريل بيت؟ في شغل اذا كان عندي البون قاسي، اذا البون قاسي بحفر بس اول كورتكس، باجي بس اول كورتكس بحفرها، بعدين لحاله هو بيدخل بكل سهوله. في عند السليف قصدي عفوا يا رب الووشر، الووشر زي ما حكينا لها وجهين، وجه سموث زي هيك، وجه مغطس. دائما انا اذا بدي احط الووشر بحطها وين؟ في الوجه المغطس، تمام. وهاي عاده عرضها 8 ملم. طلعوا كيف تيجي بهاي الطريقه. وهدف الووشر انه يزود لك المساحه اللي بيعمل عليها بريشر السكرو. احنا الان في عندنا الفول ثريدد، هذا نفس الطريقه، هذا شوف الفرق ما بين الفول ثريدد والهاف ثريدد. الهاف ثريدد والفول ثريدد كل واحد له انديكيشن بتختلف عن الثانيه. لاحظ انه كمان بتاكد انه الواير تبعي بخش بكل سهوله في السكرو، وزي ما حكينا it is a threaded one، التب تبعه like a drill، يعني له خاصية انه يحفر في البون، وهاي للكاتشمنت، تمام. هسا الان احنا هنعمل fixation by conventional screws، هنستخدم الاكسيال compression، compression من this side and this side، وبعدين وهنستخدم هذا الديفايس. هذا الديفايس طبعا اسمه tensioner device، تمام، لكن يعني قليل جدا حتى حدا يستخدمه في الايام هاي. بنحاول انه احنا هو عاده كيف طريقه الاستخدام تبعه. لاحظوا انتم الاي او، كل الاي او لهم في النهايه شطفه، بحط الشطفه هاي هون اخر هول من هون مقطوش، هذا الهدف منه عشان يدخل هاي تمام. هذا انت الان لما تيجي تحط البليت بتثبت البليت هون، تفتح هاي هيك، تمام، بيكون عندك اول شيء مسافه هون. شفت المسافه هاي؟ انت بدك قديش تعمل كومبريشن؟ نص مل، 3 مل. اول شيء بتحط برغي هون، بعدين هذا البرغي بيكون ثابت، حط اصبعك هون يا حمزه، وهذا البليت بيكون بهاي الطريقه. فباجي انا شو بسوي؟ طبعا بيكون في عندك هون زي الان كي، اوكي، بضلك تعمل هيك، تمام، او ممكن يكون في عندك سوكت رنش، بضلك تسكر تسكر. طلع كيف سكر والبليت سحل. لما يسحل البليت بيعمل كومبريشن. حنطبق لك اياه هون بس وان تايم. انا صراحه يعني بالبراكتس تبعي قليل تستخدمه، وحتى تستخدمه بدك بيج ابروتش، لانه بدك تحط هذا الديفايس بدك تفتح بزياده، واحنا الان كل الناس ماشيه على المينيمال، تمام. يلا نبلش الان فيكسيشن. من حنستخدم الكونفنشنال بليت، هذا البليت حنستخدمه زي ما حكينا، هو في دايناميك يونت، حنحط واحد على الجهه هاي واحد على الجهه هاي ونعمل كومبريشن، وحنستخدم هذا الديفايس. يلا تعال، مين بدي يبلش؟ حمزه تعال، تعال هون، تروح من الجهه دي. الان هذا البليت بنبلش في الفيبيولا، حنثبت هذا البليت، امسك هون، اعطيني بالله بليت هولدر، هات بليت هولدر فيري بروجي، اعطيني فيري بروجي. اوكي، كيف بتحطه البليت لفوق وهاي لا هاي تحت؟ ايوه، بدك تحطه كامل هيك، سكر شد 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 شد، تمام، ممتاز. هسا الان احنا ثبتنا هون وتاكد انه البليت تبعنا تمام. هسا اعطيني فيري بروجي ثاني، خلينا نثبت فوق. يلا ثبت فوق، لا هاي العكس،
شد نزل شوية تحت إيدك. أيوة ثبت. تمام. طيب هسه احنا بدنا نعمل كومبريشن ديفايس. أول خطوة بنسويها بدنا نستخدم هذا الكومبريشن ديفايس ونشوفه كيف بيشتغل. أول شغلة لازم نحط هون إيش؟ سكرو. يلا حط لنا الآن سكرو. شو بدك تستخدم؟ حكي لي خطوات بصوت عالي. طيب أول إشي بدنا دريل بيت، بدنا سكرو. شو دريل بيت بدك إياها؟ نقطتين ونص. خلينا نمسكها بالإيد أحسن لأنه هذول شوية ثقال والعظمة مش ثابتة. نستخدم باي هاند أحسن لأنه هذول بضحكوا من زي الريل لايف. يلا. يلا دريل بيت. شو الدريل بيت بدك إياها؟ 3.5 2.5. يلا. 3.5 2.5. بنحط برغي عادي كونفنشنال. قديش البرغي بدك تحطه؟ 3.5. قديش بدك تدري البيت؟ 2.5. 2.5. يلا ركب. في واحد كابلين ولا ما في؟ حط لي هسه الآن بدك تحطها سنتريك ولا اكسنتريك؟ لا سنتريك. بدك تحطها سنتريك لأن احنا نعمل كومبريشن. ممتاز. يلا وين السنتريك وين الاكسنتريك؟ وين هاي السنتريك ولا الاكسنتريك؟ هاي سنتريك. هاي سنتريك ولا اكسنتريك؟ مبينة هاي في النص وهاي مطرفة. فبدك تحط في النص صح ولا؟ يلا امسك هاي هيك. لازم تكون اذا انت مثلا طلع لي اذا انت ايدك هيك تقدر تلف هاي. هاي يعني فيها متحركه صح؟ انت بتقدر تلفها حسب الدايركشن تبعك. يلا حط. يطلع مجر. كم؟ ستاش. اعطينا 16. شوفوا سلف تابينج ولا تابينج ولا ايش هو؟ سلف. حظه طلع انه سلف تابينج. يلا محظوظ يا حمزه. هيك هسه احنا ثبتنا واحد. هسه الان بدنا نورجيكم كيف الديفايس اللي ما نستخدمه هذا. تمام. اول شيء بفتحوا هذا الديفايس وباجي بعلقه هون. تمام. امسك لي هاي هيك كويس. انا هاي الخطوه حسويها عشان انتم اول مره بتشوفوها. بحفر. يلا اعطيني 16. اربط لي اياه. اربط لي اياه تابنج ولا شو حظه طلع؟ تابنج. اسحب لورا. ايوه هيك. ممتاز. تمام. هسه اتفرج على الفراكشر هون كيف حيصير في كومبريشن. كل ما تعمل سلايدنج عليها شاد ما شدش. شو رايكو؟ فرجوا عليه. شد شد. حلو الكومبريشن ديفايس. ها اعطيني اشي بس زي تو. هات اعطيني هاي. شو ترجوا كيف؟ بس تاخذ وقت. هسه هون انت ممكن تعمل عشان تعمل كومبريشن. ايوه بدك تعملها زي سايد تو سايد. في عندك كروكودايل ولا فيش؟ في كروكودايل بس في ريدكشن. أيوة. انا مسكتها خلاص مسكتها. امسك هيك والله. تفرج كيف الكومبريشن بده يصير. قديش الباور اوف كومبريشن. شوف كيف شديته زياده. هاي حكي ممكن تحتاج بري بندنج. تمام. شوف كيف هسه كومبرست 100%. شو بسوي هسه؟ بحط ايش؟ برغي يثبت الحكي هذا. يلا يا حمزه حط لنا برغي. ممكن هذا كمان تحطه اكسنتريك اذا بدك تعمل كومبريشن بزياده.
لكن مش هدول مرات بيحتاجوا pre-bending، يعني ممكن يلا هات لنا 16 تحت. ممكن يحتاجوا pre-bending لانه ممكن يفتح الكورتكس. لا هذا ممكن اذا بدك مشان حوالي 7 درجات 5 درجات 7 درجات. اسمع يلا مجر، شفت الديفايس هذا؟ عمرك شفت الديفايس هذا استخدمته؟ لا بس مرة شفت صورة عنه. هذا الديفايس هذا بس بدك بيج انسجن حتى توصل له. بدي يلا أعطينا يلا 18 يلا كويس 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 18 كويس 16 يلا سيلف تابين كمان. بس في تعليق على اللي حكى انه تايم كونسيومينج، انه ممكن ياخذ وقت لما تكون فعلا محتاجه، شويه الوقت اللي بتصرفها زياده عليه بتكسبها في الخطوات الثانيه. يعني بتصرف وقت في شيء بروبرلي مشان يسهل عليك. روح نحط ايدك هون. ايوه شو امسك، ما في شيء في الجراحه اسمه وقت طويل. طبعا انا في البدايه لازم اكون مجهز نفسي. انا ليش حطيت هذا البليت؟ احنا في خطوه نسيناها او نحكي نشرح لكم اياها. انا لما جيت حطيت هذا البليت حطيته اللاترال، لاني انا من البدايه مخطط احط ايش سيندرزماتيك سكروز، فلازم يكون لاترال. ولاحظ انه انا يعني استخدمت سكروز بعيده عن المكان اللي احطه. انا عاده بدي احط السندرز سكرو هون، يعني لازم يكون تقريبا حوالي 4 to 5 سنتيمتر above the joint line. الآن إحنا خلصنا من ال هون، مش هنكمل لأنه هذا مش السكرو درايفر. إحنا عملنا قبل هالمرة يعني محاضرة عن الموضوع هذا، وبالتالي قصدي how to put conventional plate، وبالتالي مش هنضيع وقت عليه. تمام، بعد ما خلص بفك الديفايس هذا، شوف كيف كومبرست أحلى ما يمكن. تمام، رجع لي هذا محل. هسه الان بدنا ننتقل للشيء اللي احنا جايين عشان اليوم. قيسوا قيسوا اللي هو ايش؟ الميديان ماليولس. تمام، يلا. هسه عبودي عندك ميديان ماليولس جاي بول اوف، هو ترانسفيرس. فشو ال ال الديفايس اللي بدك تستخدمه تو اتشيف، او شو البرنسبل اللي بدك تستخدمه؟ لاج سكرو او كانيولات درايف. لاج سكرو. فانت الان اول شيء يو نيد تو اتشيف بروبر ريدكشن اكوردنج تو الجوينت لاين. كيف بدك تعمل ريدكشن؟ شو بدك تستخدم التول بدك تستخدمه حتى تعمل ريدكشن؟ قصدك بون كلامب او شو بدك تستخدم؟ بون كلامب. شو اسم البون كلامب هذا؟ بوينتد بوينتد ريدكشن كلام، اللي هو فيبر كلام. بوينتد ريدكشن كلام كيف بدك تحطه؟ نمسك الفيكسيشن طبعا، نكون بنحط البون على البون، يكون اهلا الان هون احنا بدنا اناتوميك ريدكشن. ايوه، فبنحطه بنحط على الزاويه عشان ما يعيق شو يعني ادائنا للعمل. طيب يلا انا هنا ماسك لك، حط اشوف كيف بدك تعمل ريدكشن. بس انت في الجوينت، انت بدك هون في تشو. إذا بتواجه صعوبة شو بتسوي؟ أو بتحس إن البليت بضل يسحل معك. هسا الآن أنت بدك تعمل pointer deduction بهاي الطريقة صح؟ بدك تثبت هون لهون، هذا بضل يسحل صح؟ ممكن شو بتسوي؟ نحط كيوير. كيوير غير الكيوير ممكن نحط إيش؟ دريل صح؟ فأنت الآن بدك تعمل هون. يلا هذا صغير، هذا احسن لك. هسه واحد بتحطه وين؟ هون جوا بالهول. واحد بالهول بتحطه. والثاني وين بتعلق عليه؟ على الطرف الثاني. شد هسه هيك خلاص. تمام، ثبت. طيب
هسه الان احنا تقريبا شبه ثابت ماسكينه عامل كومبريشن. يلا شو الخطوه التعديها؟ بنحط كي واير. يلا شو الكي واير بدك اياه؟ حسب السايز تبع يعني ممكن يكون حسب سايز تبع السكرو. بنستخدم اي سكرو قديش؟ 3 4 ونص 5 قديش تستخدم؟ هون بنستخدم 4 4 ونص تمام. فالجايد واير اللي بدك اياه 1.6 طوله 15 واحد او 15. يلا حطينا جايد واير. طيب كيف بدك تعاير هون؟ هون حكينا بدنا احنا اربعة شو اسمه 1.6 على 3 هاي 2 بننزل 2 8 تقريبا هاي هاي 2 ايوه موجود. يلا تأكد انه كل شيء تمام. ايوه اعمل كاتشمنت عليه مسك مسك. طيب ايش بدك كمان؟ بدك سليف صح؟ سليف. هاي السليف اللي موجود عندنا وهاي هاي برا السليف تمام. وفي سليف عاديه احنا هنستخدم سليف هاي شدها شويه بالضبط هستخدم هاي سليف. يلا بدك تحط اول شيء انتيرير ولا بوستيرير؟ حط على اساس يثبت انتيرير. يلا وكيف الدايركشن تبعك بده يكون؟ بده يكون يعني اوتسايد ذا جوينت لاين. يلا روح. بس هنا اشوف اطلع. لا مش تطلع اطلع بال يلا اطلع هيك. هاي ثبتنا اول واحد. هسه بنثبت ايش؟ الثاني. هسه شوي انا صارت ثابته ممكن انا اروح للثاني. مين بده يحط لنا الثاني؟ تعال يا ايهاب حط لنا الثاني. كيف بدك تحط الثاني؟ بارلل ولا مايل ولا كيف؟ بارلل. شو بدك تستخدم؟ استخدم هذا الديفايس. هذا الديفايس في مجال انك تعمل اكثر من يعني ادجستمنت. شوف قديش هون مسافه هيك. فالان انا باول شيء باجي بحطه في هاي بعدين بشوف انا وين بدي احط البرغي الثاني تبعي. هاي عملت ادجستمنت تقريبا هاي المسافه كويسه. ليش متمهي خليه هو داخل ادخل هيك دقيقه اطلع بده شويه دقيقه انا اشيل لك هذا مشان يكون. يلا ادخل بس اطلع تمام. هذا انا حطيت تو بارلل وايرز تمام. هسه شو بضل عندنا؟ المجر. تعي عبود قيس انت قيس تبعك وخلي عبود قيس قيس هذا قديش أربعين. تعي أبو دقيس سايز تبعك. طب لو طلع 60 بحط شو؟ طلع 60 هذا 30 بدك تقدر تدخله 40. أنت الآن الكنسلس بون بعد الكنسلس شو بيجي؟ كورتكس. بيجي كنال فاضية. فأنت إذا طلعت فوق 40-45 بالتالي الكنسلس بون راح. فانت بدك تعمل كاتشمنت في الكنسلس بون. الشغله الثانيه الفكره اني انا بدي اعمل بريدج لايش؟ للفراكشر سايد. فانا اذا يعني هيك مثلا قديش طولها؟ قول مثلا طولها 20. اذا حطيت مثلا 40 خلص انا ماي هاي عبرت الفراكشر. يعني لو انا عملت زي هيك بكفي وزياده. ما في داعي احط سكرو طويل وصل لاخر الدنيا. فانا اهم شيء في الموضوع انه ماي ثريد باس ذا فراكشر سايد 40 از انف. 45 كويس. الشغله الثانيه في بعض الدراسات بتقول لك اف يو كاتش ذا اذر كورتكس مور ستيبل. وحتى في الان دراسات بتقول لك انه فول ثريدد از بيتر. فالان حنستخدم الان بدك تستخدم واشر بدون واشر عبودي؟ واشر. كيف بدك تحط الواشر؟ تعال هون ورجيني كيف بدك تحط هالواشر باي اتجاه. نطلع عليها من الجهتين نحط الجهه اللي بتكون اللي فيها الكاتشمنت يعني الجهه المشطوفه بتحطها شو اسمه الجهه اللي هيك على البول
لا الجهة الملسة هيك بتكون. أشوف كيف حطيتها. ممتاز. هي هيك. شو رأيك يا إيهاب؟ مش عالبون. لا. صح ولا غلط؟ هيك. هاي معطوطة مشان يحط فيها الهيد. يلا ممتاز. شو بدك هسه الآن؟ بدك كانيت سكروز. كان سكروز هيكساجونال وإله يد. تمام؟ يلا. أنت وين تبعتك؟ هون ولا هناك؟ يلا. لاحظ أنت الرأس تبعه. سيلف دريلينج. سيلف تابنج. وبالتالي أنا ما في داعي أعمل إيش؟ دريلينج. أعمل دريلينج. بس شوف كيف؟ مش إله جلايدينج. يا هاي الشانك جلايدنج ما هو هذا بعمل دريلينج ما بدخل كيف ال جود بيرتشيس ها لانه انت ما حفرتش لو حفرت بصير لوز هيك بيعطيك البيل بس اذا حكيت حكيم اذا بدنا مرات بيكون من هون بس الكورتكس اذا بدنا نستخدم الدريل بالضبط لحد ما تشدش كثير لحد ما توصل لانه مشان نعمل اثنين مع بعض يلا يا ايهاب حط لي من احنا ما نستخدم الان فل ثريدات على الجهتين حتى نتعلم الثنتين كيف بدك تركبها يلا كيف بدك تركبها اشوف تركيبه صح ولا غلط صح تركيبه صح ولا غلط؟ شو رأيك بلال؟ صح 100% صح 100% يلا هاي وظيفتها الكاتشمنت تبع السكرو مشان السكرو ما يفلتش طلع انت ماسك ها كيف العزم طبعا هذا ما راح يعمل كومبريشن زي هذا هذا انا شديته شويه عشان اعمل كومبريشن شد هسه اذا انا ماخذ على نفس الطول المفروض هذا يطلع لحاله كيف طريقه السحب تبعه عبودي كيف بدك تسحبه بدك تعمل ريفيرس ولا بتعمل اوسيليتنج لا ريفيرس لانه ماسك من هو عامل عافيه لازم تعمل ريفيرس فاول شيء بدك تعمل ايش تتاكد انه هذا من هون دريل. مش محطوط على الاوسيليتنج محطوط على دريل. دريل يلا ممتاز تكبس كبسه ولا كبستين كبستين اول شيء فوق ولا تحت فوق اللي فوق بعدين اللي فوق اللي فوق ايوه يلا تعال ايهاب شيل تبعك هسا احنا الان عملنا الفيكسيشن للميدل مالس شو ظل علينا ماليوس تيرشس بس هذا بس, بس هذا شو اسمه كان سلس سكرو هذول كانيوليتد هذا 4.5 ولا 4 فالشانك هذا انا حكيت لكم المحاضره الشانك 3 و1 تمام فبالتالي بيعمل جلايدنج والثريد 4.5 فبالتالي في عندك مسافه في الشانك ما في ثريد وبالتالي طب شو عن اللي بيكون 4.5 او اذا انت عندك 4.5 زي هذا اذا عندك 4.5 زي هذا بدك تدخله لازم تحفر 4.5 على اساس هذا البرغي هذا اللي هون ما يمسك في البون بس انت عندك واحد املس ما بيمسكش طيب هذه شو بتفرق عن لما يكون 6.5 تعمل انت 3 و1 وتعمل 4.5 هسه 6.5 الشانك هذا 4.5 فانت بتحفر اول كورتكس على اساس ما يدقرش بس انت اوريدي حافر 3.5 عشان الكور تبع السكرو حنحكي في 6.5 ان شاء الله المره الجايه بس نعمل هيد سكرو النيك فيمر الثريد الكور تبعه 3.2 بس الشانك 4.5 فانت اذا غلبتك الكورتكس في الكبار بسهوله بتدخل بس اذا غلبتك بتحفر 4.5 بس اول كورتكس
عشان يدخل الشانك. تمام. هسه بدنا نعمل يا قتيبة فيكسيشن للبوستيرير ماليوسترشس. اوكي، احنا كأننا فاتحين ابروش من ورا بدنا نعمل او بنعمل من قدام، شو بتختار انت؟ حسب شو اللي بدي استخدمه. انا عندي كانسل بس بقدر اعمل له بوش، ده بدي اعمل له كاتشمنت ببارشل ثريد، ممكن اعمل له فول بول. بدك الان تعمله من قدام ولا من ورا؟ ببدأ اجرب من ورا، من قد من هون من قدام. قدام يعني. طيب يلا اول شيء بدنا نعمل لك ايش؟ الريدكشن. يلا اول شيء بدنا نعمل ايش؟ الريدكشن. خذ اعمل الريدكشن. مو يعني انا ما راح اقدر اجي من هون، من هون بدك تعمل ريدكشن من تحت. من هون يا ميديا يا لا ترى انا راح. ايوه يلا شد شوي. يلا اعطيه الان جايد واير. تفضل. بدك تكون قريب من الجونت لاين اساس انك انت تقدر تعمل كومبريشن كويس، لانه انت بدك بيرفكت ريدكشن للجونت لاين. وهي لاترال، فبدك تكون مور تو ذا لاترال سايد. تمام. وعلى الايمج عاده سليف بدون سليف. سليف ولا بدون سليف؟ شو بدك سليف ولا ما بدك سليف؟ ما انا واحد بدي احط بس. طيب بدي شيء يكون. طيب بدك سليف. هلا لو بدي احط اثنين بستخدمه، اذا بدي واحد بقدر احطه لحاله لحاله. طب حط، حاول تحط لحاله. شو وظيفه السليف يا شباب؟ دايركشن. دايركشن سوفتشر بروتكشن ستابيليتي. ستابيليتي يعني انت الان بدك تحط وهي تزحلق. تمام. فالمهم جدا يلا لازم السليف، هاي مهمه. قريب من جوينت لاين. ارجع ارجع شويه، لازم عشان تقيس مظبوط. ارجع بس خلاص. طبعا هذا كله بالاشعه بتشوف انت. الان تيجي بعمل المجر. عملنا المجر قد ايه؟ 32. المجر 32. طبعا المجر يا شباب من تحت لفوق مش من فوق لتحت. هاي 30 32. يعني الان بدنا نجيب لك كانولات سكرو 32. جبنا 32 يعني افضل استخدم واشر. الافضل واشر. اذا بدك تحط واشر بدك تزود قديش؟ بدك تزود بزياده صح ولا لا؟ لانه ممكن الواشر حتاخذ مساحه 2 ملم طلع فلازم نجيب اروع. تمام. نحط للواشر اشوف هاي الواشر. سكرو درايفر مو هذا. ايوه هذا. طيب خش بترى عشان خليه يخش. رد على شوف التب تبعه سيلف دريلينج سيلف تابينج. ها يلا كيف ال جود. ها هيلثي يونج ادلت. هيلثي يونج ادلت. اللي بعلم الصف كنت وهبت منتين دقي شوي الدكشن. ارجع لورا شوي ارجع ممكن اجيب هو دقي. لا هو المفروض زي ما حكاك الدكتور. انا بدي افكر ريدكشن. شوف يلا شوف بيعمل كومبريشن ولا بيعملش كومبريشن. شوف خرج كومبريشن كيف خرج كيف. شفت كيف الكومبريشن خلاص بكفي. واضح الامور كيف الكومبريشن. يلا تحطوا اوسيليتنج ولا كيف؟ لا مزبوط. مزبوط. لازم ريفيرس لانه ثريدد. اول شيء فوق بعد تحت. ممتاز.
هسا شو رايك علينا اخر شيء؟ تعال بلال سندوزموسس وين بدك تحط البارليل ولا واحد. ممكن تحط اثنين بارليل اوكي. هسا بدنا نحط ايش سندوزموسس. شو بدك تحط سندوزموسس؟ عادي كومبريشن عادي. كومبريشن عادي وين بدك تحطه باي مكان؟ يعني تقريبا اراوند 4 تو 5 سنتيمتر من الجوينت لاين. يعني تحطه بالفراكشر سايد؟ لا اللي قبله. ممتاز. طيب يمكن شو بدك احكي لي شو بدك ادوات؟ دريل بس سليف دريل ممكن تحطه تحت هون او هون واحد منهم يا هاد يا هاد. تمام. كيف الدايركشن تبعك بده يكون؟ 5.8 2.5 سليف سنتريك ولا اكسنتريك؟ سنتريك. الدايركشن تبعك كيف؟ تورد التيبي يعني تيبي 25 درجة لأن هذا بوستيريور. أنت الآن هيك عادة فيبيلا فأنت بدك تميل إيدك. بس أنا بدي أميل لك إياه هيك مشان يكون أسهل. 3 كورتيسز ولا 4 كورتيسز؟ لا 3 أو 4 حسب. 4 جرب تحط 4 تحط 4 مرات الكورتكس الثاني والله. تمام. ميجر بتحط فور كورتيسز على اساس انه ما تشيله بتمشي المريض اذا كسر بتشيله من الجهه الثانيه. هاي البنفيت تبعتها عشان اذا كسر تشيله من الجهه الثانيه تشيل القطعه الباقيه المكسوره. قد ايه؟ 58 والله. عيد يس. احنا مش عندنا غير هذا البرغي ضايل. أنا أنا فكرت هي على ال تقريبا 46 حكي مش خلاص. خلاص أنا بنعطيك هذا لأنه مش غيره هذا الضيع مش مستعمل. كل براغ جديد مش براغ جديد. طبعا لما تيجي أنت تعمل بس توصل الفبيلة تعمل دورسوفليكشن وتعمل كومبريشن بايدك هيك بسيط. في ناس تستخدم كلام انا بستخدم ماي هاند. الفكره انه انا بدي اعمل ستابلايزيشن للانتيرير ليجمنت هذا الممزوع. يس لازم يكون فول بس بكفي. لازم يكون فول ثريدد يس مش يكون كان بارشل ثريدد عشان يعمل ايش بوزيشنال. اتس بوزيشنال سكرو نوت لاج سكرو. هاي الفيكسيشن تبعنا يا شباب. هاي انتيرير هاي الميدان ماليولس اوكي احلى ما يمكن. لاتر فيكسيشن اوف ذا فيبولا فيكسيشن اوف ذا ميدان ماليولس باي تو لاج سكروز فيكسيشن اوف ذا بوستيرير ماليولس باي وان لاج سكرو وسيندزماتيك سكرو. هذا فيكسيشن اوف بير ويبرسي. واضح الامور. هاي جوينت لاين ما شاء الله ممتاز. يعطيك العافيه. شكرا. يلا متر ريموفل.